التي طابت ليلتكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا ونور بصيرتكم ومتعكم بصحة أبدانكم ووهبكم من لدنه الرزق الوفير بالحلال الكثير. نستقبل معا بكل فخر رجلا من عز الرجال وأجدع خلق الله، هو الكلمة المسموعة والراية المرفوعة، هو أكتر واحد بيحب أصحابه وزمايله واللي يحب زميله وربنا بيديله. إلينا وإليكم أعلى الهرم في رئاسة 49% معالي القيصر الباتشينو العرب زعيم الضحك من القلب لطفي العبدلي. القوات تتقدم الباب لطافة الطاقة رفع الباب عيب وفعلاوي ويا يافع ويانا في عبدالي شو طيب. مرحبا بالجمهور المهبول بيا كباريبان وانا بيسيروا باللي يتفرجوا فينا الكل في ديارهم. برشا جديد اليوم برشا ضيوف. مرسي مرسي والله حشمتوني حشمتوني على روحي. خلا نسيو لي زانفيتي الجمهور حسيته خالص بزيد ظهر لي بالي خلصوهم البارح. بيه خلنا نحكي لكم على اش عنا اليوم. عنا سدوا رواحكم، عنا انفيتي كان تلاح ما بينه وبيني لكن خويا والقلوب صافيه وصاحبي وعشره، محمد علي النهدي دالي النهدي. عنا الجو عنا الربوخ زاد، انا اعرفكم عاد تموتوا على الربوخ. المز باش يكون بحذانا، باش يكون بحذانا فنان شعبي خشين برشا تحبوه برشا، وليد الصالحي. اوكي ساريه مهبوله اليوم. وباش تكون بحذانا فنانه تونسيه زاده تخدم في الخليج عندها سيكسي كبير برشا ما تعرفوش برشا لكن باش تكتشفوها، هدى صلاح. اليوم كلاحظتوا فما واحد سيت ما رحبتش بيه تاع النهار كي نجينا اليمون جديد للميسيون نتاعنا، تكنيسيان جديد مرحبا بالكاميرامان جديد نتاعنا كاميرا بورتي مرحبا نعرف نعرف مرحبا. لكن بصراحه فما حاجات في الكواليس ما تتحكاش، انا باش نحكيهم. علاش فما اليوم كاميرامان جديد قدامي؟ على خاطر القديم تغش الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبلها، الجمعه اللي قبلك تذكر وقت حكيتوا على التليفون برو يصور خير منه ويصور خير منك ودرا شنو. ظهر طلعنا غار وظهر لي التليفون طلع يصور خير منه بالحق، دونك ما جاش عمل ديميسيون نتاعو. هذاك علاش هذاك علاش عندنا زميل ومرحبا بيك خويا مرحبا. اما ان شاء الله ما يطلعش ان شاء الله ما يطلعش نغار كي صاحبه، على خاطر انا التليفون اللي حكيت عليه مازلت ما عطيتش لي زوبسيون نتاعو الكل، مازلنا باش نكتشفوا فيه برشا حكايات. هو الاوبو رينو 2 اف اليوم عنا جديد فيما يخص التكنولوجيا والديزاين، وباش نحكيو على مارك اوبو اللي دخلت بقوه لتونس، فريمون دخلت بقوه لتونس ولانسيت لا سيري رينو 2 في تونس في لي بوتيك اغريي. اوبو موجوده في تونس الكل تنجموا تلقاوه التليفون هذايا. هذايا شنو اللي فيه سبيسيال ومازلت ما حكيتش عليه المره الاخرى؟ فما حاجه مهمه برشا واهم حاجه، نحن كي نبداو نصوروا بعد ساعات نصوروا من قريب سافا باش نصوروا من بعيد التصويره تجينا مدقتش فلو ما نفهموهاش. هذا حل المشكله، اوبو حلوا المشكله هذايا في زوم قوي برشا، معناها حتى حاجه من بعيد تنجم تشوفها تكبتيها والكاليتي بتاع التصويره تقعد طياره وما تبدلش. باش نعطيكم اكزومبل، عندنا بيا غاديك هايكا بيا غاديك حاضره وامورها هانيه محمره. طب بس منا بيا اخ باش نزومي عليك تاك ريتها بيا ها باش نعاود نزومي تاك ارجع من هنا ارجع من هنا اخ شو الكاليتي بتاع التصويره ما تبدلتش جمله اخ بون بعد زوم تنحات بيا خاطر دورتك ايه عملت زوم على سنيه روا فوالا. هذايا فيما يخص الزوم. فما حاجة أخرى تريز امبورتون باش نوريها لكم باش توقف لكم مخاخكم.
اللي اسمها Ultra Dark Mode. تليفون في الظلام يعطيك كاليتي متاع التصويره مزيانه برشا برشا. وتعرف علاقتنا توالسه بياسور ماشي تعملها انت هذيا الكاليتي دارك مود، طفي لك الضوء ما عادش ترى شيء، تقول لي طفي الضوء وتمشي تروح هكا ولا طفي لي خباب الضوء خويا عايش خويا ابدا يطفى الضوء. لا 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 الكوبلوي تبعدوا مش طفى الضوء شو. لا 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 عسلي عليهم عسلي عليهم ببليك هذوما وباش نصوركم راه اول واحد باش نصوركم مخز راني نصور فيكم والله. فوالا كاليتي ديماج تقعد ديما في الظلام طياره برشا رجع الضوء توا تشوفوهم الكاليتي ديماج بتاع الببليك. فما حاجه اخرى نحب واحد من الببليك اهو هو ذا شعره مزقلم من هنا يجاني صح يجاني صح اجا من هنا صورني من غاديكا مع البيرو والدنيا صورني اون مود نورمال تصويره نورمال عاديه تشوف ديجا في العاديه قداش محلاني يوم. توا اكتيفي لي المود وايت انجل اكتيفي المود هذاك وتشوفني جراند تانجل هذا تشوفوا الفرق ما بين زوج تصاور منظم فوالا عايتك الصحه برافو عليك معنا صفقونا عليك مش سهله واحد يطلع يوقف هكاك قدام الملايين وينزل على التليفون. خلنا نحكيو توا اكثر على التليفون هذا. المره الاخرى حكيت لكم على ستابيليزاتور كي تبدا تصور فيديو معناها تبدا تجري تتحرك ديما الفيديو بتاعك ستابل ما تفيبريش والكاليتي هذيك. عندك زاده اوبسيون اخرى اللي هو التليفون هذا ينجم يخدم لك بلوزيور ابليكاسيون او ميم طون. تعرفوا مشكله في التليفونات الاخرين ابليكاسيون تخدم الابليكاسيون الاخرى تسكر ولا درا شنو هذا ينجم يخدم لك بلوزيور ابليكاسيون. تنجم تخدم جو معاه فيسبوك مثلا تنجم تخدم يوتيوب معاه واتساب حاجه اخرى مهمه ياسر في التليفون هذا هو ليكرون. ليكرون كبير طياره برشا كيما تشوفوا 6.5 بوس اموليد يعطيكم كاليتي ممتازة يعطيكم إكران كبير تنجم تتفرج فيه مرتاح. وتحبوا تعرفوا أكثر ديتاي عنا فيديو تفرجوا فيها ونرجع لكم. اصرف هذه انا اكثر واحده مش خديت كاميرا اقصد ناحيه السيلفي دخل وتشعل اقصد ريتا تعمل قداش سومو هذا غالي راهو سونيت هذا كل راهو تحب تعرف سومو بالحق مي ابا ستوف الفيديو برشا دبلاست ستوف الفيديو يا ودي برشا دبلاست وكنت تشوف السوم مخك باش يوقف وظالي باش تبطل هالمهنه هذيا زاد باش نبدلو تحضروا لي كاميرا من ثالث حضروا هاي رجع سي بون هاي بون كيما كنتوا تتفرجوا في التليفون هذايا افيك لي زوبسيون اللي فيه الكل ونزيدكم عليها اون كاباسيتي دو ستوكاج اكسترا اوردينير يهز 128 جيجا دو ستوكاج ومعاه 8 جيجا دو رام هذا الكل في الاوبو رينو 2F وهذا الكل بالسوم اللي باش نقول لكم عليه توا بافيك توت سي زوبسيون. استنى استنى ليه هاو جايكم السوم 1149 دينار اكاها سمعتني وينو في الكاميرا مان ليه ظهر لي روح بروف يجيبوا لي كاميرا مان اخر ولا رجعوا الاولاني ما نعرفش لقوا لي حل في الكاميرا مان ولا خلي التليفون هذا يخدم معايا وفات الحكايه
ميرسي اوبو.